وحشتوني، وحشتيني جدا قد الدنيا. انا عارفه ان انا كان في حلقات جديده موجوده على الشاشه، ولكن كانت حلقات مسجله. ده نظرا لان انا كان عندي شويه حاجات كده كنت محتاجه اعملها، فبالتالي اتفقت مع اداره القناه ان احنا هنقوم بتسجيل بعض الحلقات تكون حلقات جديده علشان نكمل البرنامج بتاعنا، وانا في نفس الوقت اعرف اعمل الحاجات اللي انا كنت بعملها. ولكن الحقيقه التسجيل غير الهوا خالص. الحين لما اكون موجوده على كرسي ده وانا قدامك دلوقتي وشايفاكي وسامعاكي وشايفاني وسامعاني، الحكايه بتبقى غير. بجد انتي وحشتيني. مساء الفل والسعاده والهنا والرضا والحب والقوه وكل حاجه حلوه وكل حاجه جميله عليكي، اجمل والذ واجمل حاجه في الدنيا دي كلها. واخيرا وحشتيني. قعدت افكر ايه هو العدو الاول للمراه؟ هل الطرف الاخر؟ هل حاجات تانية؟ ايه هو العدو الاول للمراه؟ ايه هو العدو الاول للانسان؟ اكتشفت انه العدو الاول للمراه أو للإنسان عامة هو الخوف، الخوف من التغيير، الخوف من التغيير اللي بيخليكي قاعدة زي ما بيقولوا كده بالإنجليزي فريزد، متلجة في مكانك، لا قادرة تتحركي يمين ولا قادرة تتحركي شمال لأنك خايفة تتغيري أو خايفة تغيري الحال أو الشخص أو الشيء أو الحاجة اللي أنت بتعمليها. على سبيل المثال واحدة مخطوبة، واحدة مخطوبة خطيبها مطلع عينيها، بيهنها أو بيخونها، بيضايقها في عيشتها، مكرهها في عيشتها، ولكن هي قررت إنها تستمر. انها تستمر ليه؟ ببساطه شديده هي خايفه من التغيير، خايفه انها تسيبه او خايفه ان هو يسيبها، فما تلاقيش واحد تاني يحبها، ما تلاقيش واحد تاني يخطبها. يعني مين يعني اللي هيرضى يتجوزني وانا على حالي ده، ولا انا على شكلي ده، ولا بمستواي التعليمي ده، ولا اهلي اللي معهمش فلوس؟ فبتضطر تقبل بحاجات كتير قوي ما فيش اي بني ادم عاقل يقبل بيها، لمجرد انها خايفه من التغيير، لمجرد انها خايفه انه في واحد تاني ما يبصلهاش او ما يحبهاش. تلاقي عندك واحدة تانية بتحقن كم حقن فوق بوتوكس وفيلرز، وتقعد تلعب في وشها كتير قوي فوق وتحت لأنها خايفة، خايفة من العجز، خايفة من المستقبل، فبتغير خلقتها أو بتغير شكلها لشكل أوحش بكتير من اللي هي اتخلت عليه لمجرد إنها خايفة. الخوف من تغيير الزوج، الزوج اللي الحياة معاه حياة مستحيلة، استحالة العشرة زي ما بيقولوا، تخاف إنها تتطلق من كلام الناس يقول عليها انها مطلقه، او العيال اللي مش هتعرف تصرف عليهم وهتترمي في الشارع ومش هتلاقي بيت يقويها زي ما بيقولوا، فتكمل حياتها كلها تعيسه ومتضايقه مع الزوج استحاله عشرته. عندنا هنا كمان الواحدة اللي عندها صاحبة واحدة بس، وعارفة ان الصاحبة الواحدة دي بتنم عليها وبتتكلم عليها وبتكذب عليها، ويمكن تكون بتاخد فلوسها وبتاخد هدومها وما بترجعهاش وفيها مساوئ الدنيا دي كلها، لكن هي مضطرة او مصممة او مقررة انها تحتفظ بيها. تحتفظ بيها ليه؟ لانها خايفة تتغير. ما هو اصلا بنت مش اجتماعية، اصلا الدايره اللي حواليا ضيقه قوي ومفيش حد هيعرفني على بنات تانيه ودي صاحبه عمري. فالخوف من التغيير يمنحها انها تكون صداقه حقيقيه، فتقبل بالصداقه المزيفه لمجرد انها خايفه انها تتغير. احنا واحنا بنشتغل ساعات كتير قوي بيكون عندنا مدير غلس، مدير غلسه، بيكون في كوسه، بيكون في واسطه، بيكون في اجر غير لائق، بيكون، لكن بنضطر نقبل عشان لقمه العيش، عشان انا لو قعدت في بيتنا مش هلاقي اكل. الخوف من التغيير بيبطئ حياتنا وبيتعسنا. لازم يكون عندك ايمان بفكره ان الحياه هات وخد. انا بدي الشيء وبدي الحاجه وبدي البني ادم، لازم اخد قصادها. لو ما خدتش قصادها لازم اغير المكان، الشيء، الحاجه اللي انا بعملها. لازم اعرف ان كل حاجه في الدنيا اصلا ليها تاريخ صلاحيه. حضرتك ليكي تاريخ صلاحيه وانا ليا تاريخ صلاحيه، الموت. حضرتك هتموتي وانا هموت، فبما ان كل حاجه ليها تاريخ صلاحيه ما افضلش ازق في تاريخ صلاحيتها علشان انا خايفه من التغيير. لا، يوم ما حضرتك هتفهمي وتستوعبي ان خوفك من التغيير هو عدوك الاول هتتغيري. هتعرفي تقولي لا، هتعرفي تقولي للاشخاص المؤذيه لا، هتعرفي تقولي لا لمدير مستقصدك او حد عايز منك حاجه مش كويسه في مقابل ان يديكي اجر كبير،
او واحده بتاخد راتب اكتر منك وانت بتشتغلي اكتر منها، لواحده بتنم عليكي بأمارة انها بتقول بس انها صاحبتك وهي اصلا مش صاحبتك، لراجل بيخونك ومطين عيشتك، فهتعرفي تقولي لا. لما هتعرفي تتغيري وبطلتي تخافي من التغيير هتعرفي تقولي لا. ارجوكي ركزي في الكلام اللي انا قلته كويس قوي، والحياه توازن، خير الامور الوسط. لا ابقى غلبانه واخد على قفايا طول الوقت، ولا ابقى غداره ومستكبره وغليظه القلب. خير الامور الوسط. اكسري خوفك واكسري خوفك اكسري خوفك. الشيء اللي ما بيديكيش سيبيه، انهيه، ابعدي عنه دلوقتي وفورا وانت بتتفرجي عليا، لان الخوف هو العدو الاول للمرأة والإنسان. دي ده اللي أنا جاية لكم بيه دلوقتي. كمان بقى في حاجة مهمة جدا، كان في قضية كبيرة جمهورية مصر العربية كلها كانت تتحدث عنها. قبل ما هاخد المداخلات والتليفونات اللي معايا دلوقتي هقول لكم القضية باختصار. القضية دي كانت لإحدى السيدات، إحدى السيدات التي تعمل أو بتشتغل مديرة في حضانة. الحضانة دي يا جماعة كانت من أغلى والمفروض أحسن الحضانات اللي موجودة في محافظة الإسكندرية. الحضانة دي افتتحت أو فتحوها في 2017، تم إغلاقها في 2020، تم إنها افتتاحها أو فتحوها تاني في 2021. كانت مصدر ثقة لكل الناس اللي موجودين في اسكندريه، حضانه بقى كبيره وغاليه وكل الاهالي الاغنياء ولاد الناس جدا المتربيين جدا ولاد الاصول بيحاولوا يحطوا اولادهم في هذه الحضانه، لانه كان يقال ان الحضانه دي تتمتع بمدرسين هايلين، برعايه كامله للاطفال، بحنيه فظيعه، باهتمام فظيع بالاطفال، التعليم مستوى التعليم عندهم عالي جدا. فكان الاهالي هذه المحافظه بيتهافتوا ان هم يملوا الابلكيشنز او الاستمارات علشان يدخلوا اولادهم او اطفالهم في هذه الحضانه. حصل ايه؟ حصل انه كل الاهالي، كل واحد من الاهالي ابتدى يلاقي حاجه موجوده في طفله. يعني مثلا مره اب لقى ابنه راجع في عضه في كتفه، التاني ابنه ابتدى يمتنع عن الاكل تماما، التاني ابتدى يلاقي فيه انه البشرة بتاعته او وشه متقشر، في طفلة جسمها كان فيه الام لقت جسمها فيه تشوهات، طفلة تانية لقوا شعرها تقص، ولما الاب والام توجهوا للحضانة وقالوا ازاي تقصوا شعر بنتنا، قالوا اصل بنتكم شعرها مأمل او مأمل فيه امل، فاضطرينا ان احنا نقصه في الحضانة علشان ما يعديش بقية الاطفال. في طفل بقى بينام كتير جدا في البيت، صراخ شديد من الاطفال اللي هم بيروحوا الحضانه، مش عايزين نروح الحضانه النهارده، بابي يا مامي بليز ما حدش يودينا الحضانه النهارده. طفل كل ما حد يجي يقرب منه يجيله رعشه زي ما يكون عنده صرع ويصرخ، وهكذا. لحد ما احدى المدرسات اللي موجوده في هذه الحضانه بعتت فويس نوت توسط على تليفون بتسجيل صوتي بتحاول تنبه الأهل إن ابنكو في حاجة غلط بتحصل له في الحضانة. فالأب سمع الرسالة الصوتية، شك، جمع بقية الولاد، جمع بقية الأهالي، أهالي قالوا له أيوة احنا ابني بيحصل فيه كذا، أنا بنتي حصل فيها كذا، قصوا شعر بنتي، ضربوا بنتي، عضوا بنتي، خلوا حتة من وش الولد، ايه الحكايه؟ ايه الروايه؟ خدوا بعضهم وراحوا عملوا محضر ديسمبر 2022. الاجراءات القانونيه بدات يوم 5 ديسمبر. اول جلسه كانت 20 ديسمبر. الحكم طلع بثمان سنين على مديره الحضانه من اسبوع واحد فقط لا غير. ناخد بقى أول ولية أمر أحد الضحايا، نادين، نادين عبد المنعم. يا نادين مساء الخير. مساء النور. طبعًا أنا أم، فهقول لك في الأول يعني الله يكون في عونك.
ميرسي. و و انا راني مش عارفه اقول ايه بصراحه. ايه اللي حصل يا نادين؟ بصي، هو انا مش عايزه اطول عليكي، انا هقول لك باختصار. هو احنا كنا بنعاني في الحضانه دي من البدايه مع الاسلوب التاف طول الوقت، بس بصراحه هي كانت مظبطه كل حاجه، ان انت لا يمكن تشكي ان ممكن يكون في حاجه زي كده بتحصل معانا. مديرة الحضانة. يس. اوكي. وانا واحده من الناس، ودي ابني وهو صغير قوي، ففي الاول ما كانش فيه يعني لو احتكاك، ما كانش فيه لعب، ما كانش فيه حاجات دي، كان بيت. لما كبر ليتلي ابتديت اشوف، لا سيف يعني هو عصبي جدا جدا، يشوف اطفال تانيين لا بيضرب بيزق، بيتعصب بقى، بيتعصب. هو مش موضوع بيتعصب، هو هيز اجريسيف، يعني اجريسيف جدا، يعني فاهمه؟ عنيف جدا. مع ذلك انا بصراحه ما شكتش بصراحه، ولا كان يجي على بال حد. بعد كده في مره من المرات جالي هو شبه وشه مجلوط، يعني في حاجه غريبه، مش موضوع وقعه ولا خبطه ولا ضربه. مجلوط ازاي نادين؟ يعني في حته. يبقى هو ابنك اللي كان في حته فيها دم في وشه. متعور جامد جدا جدا، طيب مش تعويره وقعه. فرحت لها طبعا وقلت لها ازاي، انا عايزه اشوف الكاميرا، انا ازاي حاجه زي كده تحصل، عايزه اعرف بالظبط ايه اللي حصل. في الاول قالت لي دول بيلعبوا ووقع، وبعدين قلت لها اوكي انا برضه عايزه اشوف اللي حصل. قالت لي لا مفيش، احنا مش هينفع نوريكي الكاميرات، انت ما ينفعش تطلعي على الاولاد. قلت لها يعني ايه، المهم مش هتطول عليكي. في الاخر قالت لي اصلا الحته الارمية اللي وقع فيها ما فيهاش كاميرا. قلت لها اوكي طيب، انا برضه عايزه اعرف ايه الديتيلز اللي حصلت بالظبط. في الاول قالت لي ده وقع، بعد كده رجعت قالت لي دي في بنت اجريسيف جدا وقعته وخبطته وقصه كده في اوكي، والموضوع انتهى. وبصراحه مش هكذب عليكي برضه ما شكتش، صدقتي وعديتيها بصراحة. يعني لان هي اسلوبها يعني خليكي تقتنعي جدا. ايه اللي كان الفيصل في الموضوع، ان الابن جالي مرة تانية بنفس المنظر بس كان اقل شوية في وشه برضو يا نادين؟ في وشه برضو. الله. فانا قلت لا بقى، هو كده في حاجة بقى غلط، يعني هو في حاجة انا محتاجة افهم فيه ايه. فانا بعدها بيوم انا كنت مسافرة، فما كانش عندي وقت ان انا اروح لها، ما كانش ينفع اروح. فقمت مصورة ابني بالجنب وبعت الصورة على الابليكيشن، قلت لها يا جماعة انا يعني انيد انه حد بس يقول ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل مع ابني. طيب طبعا ما حدش رد عليا، وانا اضطريت اسافر تاني يوم. سافرت، اول ما وصلت لقيت حد رادد على الابليكيشن، يعني دي بقى التيتشر رد انه فلانه الفلانيه مديره الحضانه هي اللي عامله كده في ابنك، وهي اللي عامله كده في ولاد كتير وكذا. تعالي هنا، تعالي هنا، استني بس، دي مدرسه جوه الحضانه، تيتشر جوه الحضانه، بتقول لك ان مديره الحضانه هي اللي عملت كده في ابنك. بالظبط. عملتي ايه؟ عملت ايه؟ انا كل اللي جه في تفكيري وقتها كان ده ديورنج ذا دي، يعني كان الصبح وابني كان جوه الحضانه. حلو. وطبعا هي المديره بتشوف الابلكيشن، فانا كان كل الحاجه جايه في تفكيري ان انا اسحب ابني من الحضانه، من الحضانه قبل عشان ما تعملش فيه حاجه تانية. انا خفت بقى بصراحه بقى تحبسه وتعرف، فهو بس عشان اوضح انا كنت بره مصر وجوزي هو كان موجود مع ابني في مصر. طيب. فقلت له يعني احنا لازم نسحبه في منتهى الهدوء والثبات، وبعد كده نبتدي نفكر هنعمل ايه. المهم قلت اخده، قال لي انا هطلع دايركتلي على الاسم. أوكي. لازم اعمل محضر. التيتشر دي وصلت لي سام هاو، اسكندريه صغيره شويه، ففي ناس كتير ما بيننا طلعت ان كومن، فوصلت لي وابتديت بقى اسمع منها. يعني زوجك يا نادين هو اللي راح عمل محضر في مديره الحضانه، انه انا ابني المديره دي عملت فيه 1 2 3. بالظبط. وانت عرفتي ابنك اتعمل فيه ايه من المدرسه اللي جوه، بعد كده من المدرسه اللي جوه الحضانه. بالظبط. قالت لك بتعمل كده ليه؟ بتعمل في الاطفال كده ليه؟ الست دي بتعمل كده ليه؟ هي قالت لي ان هي اكتر من مره سمعتها بتقول انا بكره الاطفال، انا ما بحبهمش. فانا بصراحه مش عارفه ايه ممكن يكون مبرر حد يعني ان هو يعمل كده. هو قاصد ان هو يعذب، ده انت مش بتربيهم، انت قصدك تعذبيهم. وعملت يعني كده في وش ابنك ازاي يا نادين؟ عملته ايه بقى لحد ده؟ لا هبدته اللي انا فهمته، خلي بالك انا برضو وقتها كنت في حاله انهيار، ف اللي انا فهمته ان هي تقريبا هبدته في الحيطه، يعني عملت فيه حاجه. قبل كده برضو جالي
راسه كلها دم. نهار ابيض. طلعت بيه على المستشفى، فقالت لي ده في حاجه في راسه يعني، وفضلت قعدت في الشمس لحد ما جاله انفكشن في جسمه، والولد كانت حرارته 40 وفوق ال 40 كمان. حسبي الله ونعم الوكيل يا نادين، انا مش عارفه اقول لك ايه يعني. ان شاء الله طبعا ده واحد من الاطفال. ما احنا معانا اطفال قبله وأطفال احنا بعد. احنا هناخد تليفونات بعدك يا نادين. انا متشكره ليكي جدا، و و و واكيد اكيد هنعمل ايه. مش عارف. معايا استاذ محمد تاج الدين، ولي امر احد الضحايا. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء النور استاذ رضوى، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ازي حضرتك يا فندم؟ ارجو ان حضرتك تكون بخير واسرتك الكريمه. الله يكرمك، ربنا يخليك. ممكن حضرتك تقولي ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل ان انا ابني عنده 3 سنين ونص، كان في حضانه ثانيه، وكنت ملاحظ ان هو عنده تاخر شويه في الكتاب، فقلنا انه كويس. معلش يا فندم انا بعتذر، حضرتك الصوت بيقطع. هيك بتقول ابن حضرتك عنده 3 سنين ونص. طيب اوكي، في السمات 3 سنين ونص. عنده 3 سنين ونص، وكنا شايفين ان هو عنده تاخر في الكلام، فقلنا نوديه حضانه تكون كويسه، يكون عندهم تعليم افضل. تقلنا على حضانات كويسه. هايل. قلنا على الحضانه دي كويسه وفيها تحسين وفيها تعليم وفيها الاولاد بيتطوروا هناك، لكن هو كان يعاب عليها. كذا حد قال لنا ان الاطفال بتبقى نفسيتها مش احسن حاجه. احنا رحنا وشفنا الحضانه واتقابلنا مع التيشرز الموجوده في الحضانه. يمكن الحضانه غريبه من اول مره دخلنا فيها، لكن احنا قلنا ممكن ده يكون الاولاد نفسيتهم مش كويسه في الحضانه بسبب الجو اللي في الحضانه، ان هم مثلا ممكن يكون حادين شويه في التعامل مع الاطفال عشان يعلموهم الحاجات دي. طيب. ورحنا الحضانه، ومن ضمن الحاجات الغريبه كانت موجوده في الحضانه ان احنا لما رحنا ما كانش فيه صوت اي طفل سمعناه جوه الحضانه، يعني لدرجه ان احنا استغربنا. ازاي؟ قلنا لهم هو الاطفال ما فيش النهارده اجازه ولا ايه؟ لا، الاطفال كلهم موجودين. طب يا جماعه ازاي ما فيش صوت بني ادم كده؟ دي من ضمن الحاجات الغريبه يعني. المهم ابني زين، ابني راح الحضانه. انا ابني ما عادش فيها اكتر من شهر. من خلال الشهر ده ممكن اقول من تاني يوم نفسيته من سيء لأسوأ، وما اعرفش ايه السبب. يعني بدا يجي من الحضانه ينام لتاني يوم. وعنده 3 سنين ونص لسه مش فاهم حاجه. كان بتعمل معاه ايه يا استاذ محمد؟ هي كانت بتعمل معاه ايه؟ هو الحمد لله ان هو يمكن اقل واحد اتضرر عشان خاطر كانش يكمل سنه، لكن بعد ما بدا يتكلم يعني دلوقتي المفروض الموضوع عدى عليه يمكن حوالي 3 شهور 4 شهور، اتحسن شويه في الكلام. بقينا نكلمه بقى يحكي لنا، الواد بقى يحكي لنا ايه فبيقول فلانه وشي، فلانه شعري، فلانه دي اللي هي مديره الحضانه، فلانه كده. انا سمعت قصص غريبه جدا يا استاذ محمد. سمعت ان هي كانت يعني مثلا الولد حبيبي لو في ولد تعبان مثلا وجاله قيء يعني تخليه للاسف لازم غصب عنه، ده في طفل من الاطفال تخليه ياكل القيء بتاعه. سمعت لازم في واحده في طفله كانت بتعاقبها انها بتجريها في ممر في الـ في الـ في, الـ في الحضانه، رايح جاي جاري 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 تهد حيلها كنوع من العقاب ليها. مظبوط. وفي ولد تاني كانت قاعده في الشمس في عز الحر، قعدته 4 ساعات لحد ما حاجه زي كده اغمى عليه. لا، ده في ولد تاني قعد شهر كامل، يعني انا وباباه بيقول لي انا الولد كان كل يوم بيطلع معايا من الحضانه جعان جدا، على الرغم ان البوكس بتاعه كامل، اللانش بوكس بتاعه كامل. مظبوط. بيطلع عقبال ما بوصل لحد البيت الولد بياكل كل الاكل. طب ازاي بتحرمه من الاكل عشان هو كان بيقول ان هو مش عايز ياكل؟ مش مجرد تحريمه، بتقعده ويبقى جنبيه، الاطفال جنبيه بياكلوا وهو لازم يبص للاكل وما ياكلش. لا حول ولا قوه الا بالله. استاذ محمد حضرتك من ضمن الناس اللي قدمت فيها المحضر؟ طبعا طبعا. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر. احنا معانا، انا معايا استاذ احمد صلاح المحامي. مساء الخير استاذ احمد. مساء النور. سريعا حضرتك، مديره الحضانه اللي اخذت 8 سنين حبس وعملت معارضه، حضرتك تعتقد قانونا هيحصل ايه؟ والله الاستئناف ده يعني هي والقاضي اللي هيحكم عليها الصراحه، محدش يقدر يتوقع الصراحة. طيب الحد الاقصى في العقوبه لهذه السيده اللي قامت بتعذيب الاطفال قد ايه يا استاذ؟
احمد يعني بالنسبه لكده وصف النيابه، من النيابه موصفاها على ثلاث جرائم. يعني اول جريمه فيهم عامله لها بلطجه ضد الاطفال، وثاني استعمال نشاط بدون ترخيص. النشاط بدون ترخيص الحضانه نفسها، النشاط بدون ترخيص، بدون ترخيص كمان. والثالثه هو القاضي اول درجه اعطاها اقصى عقوبه في كل النوعات. والثالثه يا فندم كانت ايه؟ ضرب. ضرب. والثمان سنين دول ده اقصى عقوبه ولا ممكن تاخد اكتر من كده؟ لا لا لا، مش هينفع تاخد اكتر من كده. فالثمان سنين دول هتكون اقصى عقوبه هي تقدر تاخدها او يتحكم عليها بيها، ما صحيح كده؟ اقصى عقوبه يعني. شكرا يا استاذ احمد، جزيل الشكر لحضرتك. احنا للاسف كان معنا مداخلات تانية لاولياء امور اخرى، لكن للاسف احنا وقتنا خلص لهذه الفقره. الحقيقه انه كان في نوع من انواع الصمت، او انه كانت اولياء الامور الضحايا كانوا مش هقول رافضين، كانوا مأجلين الكلام عن اولادهم وعن ما حدث او ايه اللي حصل لاولادهم حتى حينه زي ما بيقولوا. والحمد لله ان احنا اول برنامج بعد هذه القصة فتحنا قصة الحضانة، واتكلمنا عن الست اللي اخذت 8 سنين عقوبة كحبس، واتكلمنا مع اولياء الامور. كل اللي احنا هنقدر نقوله، احنا يعني مش بننصح، لكن بنقول انه فكرة انه تبقى حضانة غالية قوي ومش عارفة اوصل للمدرسين ومش عارفة اوصل لمديرة المدرسة وبحاول اخد معاد عشان اعرف الاقي حد اتكلم معاه، ده مش معناه انها مدرسة صارمة، ولا معناها انها مدرسة حازمة، ولا معناها اي حمادة. ده معناه ان في حاجة جوه بتحصل غلط، لانه لو انا بعمل حاجة صح فانا على عينك يا تاجر ومحدش له عندي حاجة، وهعرف اوصل وهعرف اتكلم وكذا. واي ام او اي اب بيتفرجوا عليا دلوقتي حالا يلاقوا اي حاجة مش مظبوطة في ابنهم اللي بيروح حضانة او مدرسة او جامعة، يقعدوا يتكلموا معايا بالراحة وبالهوادة علشان يفهموا الحكاية اللي ورا الحكاية. وحشتيني قوي 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 مشاهداتي عزيزات وبناتي الحبيبات. يلا بقى نبدأ حلقتنا، ولكن بعد الفاصل.